السلام عليكم يا أيها الأحباب، سنتعرف اليوم على حياة أبرز وأقوى القادة في العالم العربي. هو معمر القذافي. قاضى العقيد معمر القذافي أطول فترة حكم مقارنة بنظائره في العالم العربي وإفريقيا، إذ لم يكن قد تجاوز 27 من عمره عندما أطاح بالملك إدريس السنوسي في انقلاب عسكري وأقام على إنقاذ الحكم الملكي الموالي للغرب نظاما جديدا أطلق عليه تسمية جماهيرية. ولد القذافي عام 1942 في منطقة سورت، وتلقى تعليمه في مدرسة في سبها بجنوب البلاد، ثم انتقل منها للدراسة في جامعة بنغازي، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية لانضمامه إلى الجيش. وكان أيام شبابه معجبا بالزعيم المصري جمال عبد الناصر وبنظرته للقضايا القومية. وقد شارك القذافي في المظاهرات التي عمت البلدان العربية احتجاجا على الهجوم على مصر بعد تأميم القناة عام 1956، وبدأ بوضع خطة الانقلاب على الملكية وهو طالب في الكلية العسكرية، وتلقى تدريبا عسكريا إضافيا قبل عودته إلى مدينة بنغازي الليبية، حيث قام بالانقلاب العسكري في 1 سبتمبر 1969. وضع القذافي فلسفته السياسية في السبعينات في كتابه المعروف باسم الكتاب الأخضر، الذي اعتبره طريقا ثالثا لا اشتراكيا ولا رأسماليا، وأثار سخط الولايات المتحدة وبريطانيا عندما طرد قوتهما التي كانت موجودة في ليبيا وأمام النفط الذي كانت تستثمره شركات أجنبية. وبالرغم من أنه حكم البلاد حكما عسكريا، إلا أنه استحدث عام 1977 نظاما أطلق عليه الجماهيرية أو دولة الجماهير، بمعنى أن السلطة تضع بيد الآلاف من اللجان الشعبية. واستفاد من الثروة النفطية في تحسين الوضع الاجتماعي، لكن حكمه تعامل بقسوة بالغة مع أي شكل من أشكال المعارضة. نعم، هو زعيم إفريقي. روج القذافي لما وصفه بنظرية الطريق الثالث، التي كان يعتقد أنها حل وسيط بين الرأسمالية والاشتراكية في السبعينيات. وقد رفع القذافي في بداية عهده شعار توحيد الأمة العربية وتحقيق أهدافها، وقدم نفسه قائدا قوميا للعرب على غرار الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكنه سرعان ما وجد أن تلك الأحلام صعبة التحقيق، فذاق ذرعا بالعرب وأدار لهم ظهره ويمام وجهه شطر القارة الإفريقية، وبدأ يطرح نفسه كزعيم إفريقي. وكان قبل ذلك قد أثار الكثير من الجدل بسبب التدخل في شؤون قد لا تهم ليبيا مباشرة، وخاصة في دول القارة الإفريقية، وقادت تلك السياسات في النهاية إلى سلسلة من الانتكاسات، بدء بهزيمة مخزية للقوات الليبية في تشاد عام 1987، إضافة إلى مواجهة عنيفة مع الولايات المتحدة بصورة خاصة ومع دول الغرب بصورة عامة. وفي النهاية وجدت ليبيا نفسها في عزلة دولية كاملة، خاصة بعد فرض الأمم المتحدة عقوبات عليها، وقد قطعت واشنطن علاقاتها التجارية مع ليبيا بعد غزوها لتشاد في عام 1973، وأسقطت الولايات المتحدة طائرة ليبية اعترضت طائرتها فوق خليج سورت. كما قطعت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع الجماهيرية عام 1984 بعد إطلاق حراس الأمن في مقر السفارة الليبية في لندن النار على متظاهرين أمامها فقتلوا شرطية بريطانية. وفي عام 1986 قصفت الطائرات الأمريكية مواقع عسكرية ليبية ومناطق سكنية في طرابلس وبنغازي، وأعلن القذافي مقتل هناء ابنته بالتبني في هذه الغارات. وبررت واشنطن القصف بأنه رد على صلة ليبيا بتفجير النادي الليلي في برلين
يرتاده أفراد من القوات الأمريكية في ألمانيا. لكن العلاقات الليبية الدولية اتخذت منحنى خطيرا بعد تفجير طائرة الركاب التابعة لشركة بان أمريكان الأمريكية فوق بلدة لوكيربي الإسكتلندية عام 1988. وبعد أن رفض القذافي تسليم ليبيين مشتبه في علاقتهما بالحادث، فقد فرضت الأمم المتحدة عام 1992 عقوبات على الجماهيرية الليبية في محاولة لإجبارها على تسليم أمين خليفة فاحمة وعبد الباسط المقراحي المتهمين بتفجير لوكيربي لمحاكمتهما دوليا. واحتاج الأمر نحو 7 سنوات كي يرضخ القذافي إلى هذا المطلب ويسلم المتهمين لمحاكمتهما في هولندا وفق قانون إسكتلندا، حيث وقع حادث التفجير الذي أودى بحياة 270 شخصا. وقد حكم الليبيان بالفعل وصدر في بداية عام 2001 حكما بالبراءة على فحيمة، بينما صدر على المقراحي حكم بالسجن مدى الحياة في أحد سجون إسكتلندا، لكن أفرج عنه قبل عامين لدواعي طبية بعد إصابته بالسرطان كما أعلنت بريطانيا. وتعزز انفراج الأزمة عندما وقعت ليبيا في أوت عام 2003 على صفقة لتعويض ذوي الضحايا 270 الذين لقوا حتفهم في حادث لوكيربي بلغت 2.7 مليار دولار بعد إعلان ليبيا رسميا مسؤوليتها عن التفجير، كما ورد في رسالة بعثتها طرابلس إلى الأمم المتحدة. وفي أيلول 2003 صوت مجلس الأمن الدولي لصالح رفع العقوبات عن ليبيا، وبعد ذلك أعلنت ليبيا تخليها عن برنامج أسلحة الدمار الشامل وتعويض ذوي ضحايا طائرة الركاب الفرنسية التي فجرت عام 1989 فوق الصحراء الإفريقية، وكذلك تعويض ضحايا انفجار النادي الليلي في برلين. وتحسنت صورة القذافي لدى الغرب وتحول من زعيم منبوذ إلى زعيم مقبول ولكن غير مضمون الجانب. وبعد ذلك بدأت ليبيا في العودة إلى المجتمع الدولي، واستقبل زعيمها القذافي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مارس 2004 في أول زيارة من نوعها منذ عام 1943. وتلا ذلك قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش رفع الحظر التجاري عن ليبيا، لكن نار الاحتجاجات التي اندلعت في العالم العربي أواخر عام 2010 وارتفاع وتيرتها بعد الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك امتدت إلى ليبيا للمطالبة بإنهاء نظام القذافي، ووقعت اشتباكات بين القوات الليبية التابعة للعقيد القذافي وقوات المعارضة المسلحة التي تمركزت في شرق البلاد في البداية، ثم امتدت باتجاه الغرب. لكن القوات الحكومية تمكنت من إيقافها وكادت أن تحاصرها في مدينة بنغازي لولا العمليات التي نفذها التحالف الغربي إثر قرار لمجلس الأمن بفرض حظر جوي على البلاد. وتمكنت الطائرات والصواريخ البريطانية والفرنسية بدعم أمريكي من تسديد ضربات موجعة للقوات الليبية، مما ساعد المعارضون المسلحون على استئناف تقدمهم نحو الغرب. وبدأت قوات المعارضة يوما بعد يوم في الزحف نحو العاصمة طرابلس والسيطرة على المدن الرئيسية المؤدية إليها، حتى جاء اليوم 21 من أوت سنة 2011 عندما تدفقت قوات المعارضة إلى وسط العاصمة واندلعت اشتباكات حول مقر القذافي في باب العزيزية قبل أن تنهار قوى قوات القذافي، معلنة بذلك سقوط وانتهاء حكم أطول الزعماء في العالم العربي. ولاحقت القوات التابعة للمجلس الوطني الانتقالي القذافي إلى المناطق التي كان يعتقد بتحصنه فيها، وفرضت حصارا شديدا على مسقط رأسه. سارت ودارت معارك عنيفة بين هذه القوات وكتائب القذافي الموالية له. في ليلة الاثنين من تاريخ 22 من شهر أكتوبر
2011 سقط نظام القذافي، وقيل أن ابنيه سيف الإسلام ومحمد أسرى بعد دخول الثوار إلى طرابلس، ولكن ذلك أدى إلى ظهور تسجيل لسيف الإسلام في فجر يوم 23 وهو يهدد ويتوعد الثوار. وفي عصر ذلك اليوم اقتحم الثوار باب العزيزية معقل العقيد القذافي، حيث يوجد بيت الصمود. بعد حكمه ليبيا لأكثر من 40 سنة قتل معمر القذافي في سورت بمسقط رأسه عن عمر يناهز 69 سنة في 20 أكتوبر 2011 بعد قتله إعداما ومتأثرا بجراحه بعد أسره من قبل ثوار ليبيا في مدينة سورت مع وزير دفاعه وحراس شخصيين إثر هروبهم من إحدى الغارات يعتقد أنها من قوات فرنسية استهدفت القافلة المكونة من سيارات كثيرة. وقتل معه أبو بكر يونس وزير دفاعه، وقتل ابنه المعتصم، وتم القبض على ابنه سيف الإسلام لاحقا. وقد أعلن المجلس الانتقالي الليبي نقل جثمان القذافي إلى مدينة مصراتة، بينما نفى محمد ليث القائد الميداني للمنطقة الجنوبية في مدينة سورت قتله أو جرحه من قبل غارة من الناتو، وأكد أن من قتلوه هم الثوار الليبيون. هذه كانت حياة معمر القذافي الزعيم العربي الذي حكم ليبيا أكثر من 40 سنة.